يلا دكتور سويد، انت اليوم تلتقي بالمتحدث بلسان سلطة الاطفاء السيد كاي الظاهر، ما هي طلباتك؟ اول شيء بحب ارحب كثير بالاستاذ كاي الظاهر، وبالفعل كانت جلسة كثير موفقة وكثير ناجحة. بالاساس انا في عندي طلبات زي اي قضية اخرى في مجتمعنا، اللي فينا حاجات بتحتاج بشكل دائم ومستمر خدمات سلطة الاطفاء. أول شغلة كان مثل هذه الخدمات، ما هي هذه الخدمات اللي تطلبها؟ أول شغلة وأهم شغلة برأيي أنا، عشان نتفادى أي ضرر من أي حادث حريق لازم يكون في عندنا إحنا الوعي الكامل. عشان هيك أول شغلة أنا بدي إياها من سلطة الإطفاء التوعي بالذات بالأساس بالأول لطلاب المدارس، بعدين لأهل البقايا بشكل عام. عشان هيك إذا ممكن طلبت من الأخ كايب نعمل دورات لتوعي بأوضاع في عندنا أي حريق كيف نتصرف معه. هذا طلب الأساسي كان والأول كان، وبهي الشر ممكن نعملها كمان بإطار المدارس كمان، هم يجوا من عندهم مع كل الكليم اللي عندهم كل الأدوات اللي عندهم، ويشرحوا لنا بالضبط كيف نتصرف إذا في عندنا حالة حريق، لأنه كل بحالة حريق كل دقيقة كل ثانية هي حساسة ومهمة، عشان نقدر نتفادى أي ضرر بالأنفس بالأساس بالأنفس بالأول لازم يكون في عندنا إحنا الوعي الكامل لهي الشر. بشكل عيني، ما هي بشكل عيني شنو مثلا اشي عيني انا بدي مثلا يعمل لي دورات تثقيفية دورات بس هل الدورات تطفئ حريق؟ لا تطفئ حريق ودورها مؤقتة خير من قطاع العلاج. اول شغلة وهذا المطلوب من بالاساس من هاي الدورات، كيف نتفادى اي حريق بالاساس، كيف نتفادى اي حريق بحال وصار في عندنا حريق كيف كمان نتصرف وضع حريق. الشغلة الثانية طلبت منه إذا ممكن معنا عندنا محطة أو نقطة للإطفاء، إنه زي ما حكينا إنه كل دقيقة كل ثانية مهمة بحالة وجود حريق، وكل ما كان الوصول للإطفاء لموقع الحريق أسرع كل ما كان الضرر أقل بالأنفس وبالموارد. هذا هو بشكل عام. أنا بتأمل إنه يكون في تعاون تام ومستمر بينه وبين سلطة الإطفاء لما في مصلحة بالأساس أهل بلدنا. الأخ كايد المتحدث في لسان سلطة الإطفاء، كيف تقيم مثل هذا اللقاء بالدكتور سويد سويد رئيس مجلس الإطفاء؟ أشكر الدكتور سويد سويد على هذا اللقاء والتعاون. اللقاء كان مثمر مهم جدا لجميع السكان في قرية البقيعة. الدكتور سويد أبدى الرغبة في التعاون بمجالات مختلفة المتعلقة بسلطة الإطفاء، والهدف مرة أخرى هو الحفاظ على سلامة المواطنين في هذا البلد. الآن الحديث دار حول عدة نقاط، نقاط تتعلق برفع مستوى الوعي والإرشاد طبعا في المدارس وشرائح المواطنين بشكل عام في البقيعة. الحديث كان عن فتح أو إقامة نقطة أو محطة للإطفاء. هل ستستجيب سلطة الإطفاء لمثل هذا الأمر؟ نحن أخي مفيد نبحث هذا الموضوع أو سأرفع هذا الموضوع للمسؤولين. يعني بدي أحكي لك شغلة واحدة، الحديث يدور حاليا عن إقامة محطة للإطفاء. بدك تقطي شيك؟ لا نعم يعني الحديث يدور حاليا، اولا سارفع يعني طبعا هذا الطلب الى المسؤولين، وسنعقد جلسه في المستقبل القريب مع الدكتور سويد والمسؤولين في سلطه الاطفاء. واريد ان انوه هنا حاليا بان الحديث حاليا يدور عن فتح محطة لسلطة الإطفاء في قرية بايجن. ربما هذا الموضوع قد يكفي، أو ربما يعني نتحدث عن إقامة نقطة يعني في قرية البقيعة، وبالتالي سيكون هنالك تواصل في حالة حدوث حريق أو أي حادث مأساوي لا سمح الله، والوصول إليه في أسرع ما هو البعد الزمني لمثل هذا؟ يعني نتحدث عن بعد زمني، البعد الزمني أو الهدف الأساسي هو الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى مكان الحادث. نحن نأمل أن لا تكون حوادث مستقبلية، ولكن مرة أخرى نحن نأمل بأن تصل سيارات الإطفاء طواقم الإطفاء بأقصى سرعة ممكنة، لكي يعني هذا الشيء قد ينقض يعني يقود إلى إنقاذ يعني حياة أو يأتي أو يحصل أو يعني ممكن ننقذ حياة في هذه الحالة. طيب شكرا جزيلا.